السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات شركة Equity Global Markets لتداول العملات. أكون معاكم عبد الله عمر، محلل فني بشركة Equity لمدة ساعة إن شاء الله. النهاردة هتكون المحاضرة عملية وهتكون محاضرة مفيدة جدا للإخوة الحاضرين معانا. النهاردة هنتكلم عن استراتيجيات التداول وإزاي كل واحد يقدر يكون استراتيجية تداول تتناسب مع طبيعة شخصيته وطبيعة اتخاذ القرار الخاص به. إن شاء الله تكون المحاضرة عملية أكتر من المحاضرات اللي فاتت، لأن إحنا النهاردة هنتكلم عن استراتيجيات التداول وإزاي كل واحد يقدر ياخد قرار الشراء والبيع بناء على الاستراتيجية المستخدمة، سواء كانت استراتيجية بتعتمد على المؤشرات أو كانت استراتيجية بتعتمد على سلوك سعر زي مستويات الدعم والمقاومة ونماذج الأسعار. هنتكلم عن النوعين من الاستراتيجيات وإزاي المتداولين والمستثمرين يقدروا يكونوا استراتيجية تتناسب مع طبيعة التداول الخاصة بها باختلاف أهدافهم الاستثمارية، لأنه في متداولين كتير بيشتغلوا على المدار اليومي، في متداولين بيشتغلوا على المدار الأسبوعي والشهري، وطبعا ده بيختلف على حسب الهدف المالي اللي كل متداول وكل مضارب ومستثمر داخل السوق عشان خاطر يحققه. أول حاجة هنتكلم عن الإطار الزمني المستخدم في استراتيجية التداول. لازم الأول أي متداول وأي مضارب ومستثمر قبل ما يبتدي يقرر إن هو يشتغل بأي استراتيجية في السوق بتديله إشارات شراء وبيع دخول وخروج من السوق، لازم يعرف هو من أنهي نوع من أنواع المتداولين. يعني هل أنت مضارب يومي أو مستثمر طويل ومتوسط المدى؟ يعني في ناس كتير جدا بتشتغل على مدار اليوم نفسه، بيدخل ويخرج من السوق أكتر من صفقة. في الحالة دي هو يكون محتاج إن هو يتابع إطار زمني صغير زي الربع ساعة أو الساعة، بكتير جدا الأربع ساعات، عشان خاطر يقدر يدخل ويخرج في الصفقة أكتر من صفقة خلال اليوم. أو لو أنت مستثمر طويل ومتوسط المدى، فأنت بالتالي أنت مش محتاج إنك تتابع الإطارات الزمنية الصغيرة، أنت بتتابع الإطار الزمني الكبير زي بداية من الأربع ساعات اليومي والأسبوعي والشهري وكمان السنوي. في حالة المستثمر طويل المدى طبعا بيحتاج ان هو يكون معاه رأس مال اكبر من المضارب اليومي، لانه هو بيكون اهدافه الاستثمارية على المدى الطويل بتكون قليلة لكن من مبلغ كبير، فبيكون العائد بالنسبة له مرضي. يعني لو واحد بيشتغل على 500,000 او 1,000,000، فهو في الحالة دي محتاج ان هو ممكن يشتري الذهب او يشتري النفط او يشتري اي عملة والصفقة تفضل معاه خلال مدة شهور موجودة في السوق، فهو في الحالة دي مش محتاج ان هو يتابع السوق على الفريمات الصغيرة زي الساعة والربع ساعة، لان هو هدفه بيكون كبير جدا. يعني لو اشترى من عند سعر مثلا 1.20، فهو بيكون مستهدف على مدار السنة انه السعر يوصل 1.40 او 1.50. طبعا بيكون الهدف كبير بالنقاط، لكن بيكون على حسب رأس المال اللي هو شغال عليه، بيدخل بنسبة قليلة لأن هو لازم يستحمل تقلبات السوق، لأن هو لو مستثمر طويل المدى أو متوسط المدى هيدخل في صفقة هيقعد فيها شهور في السوق، فهو لازم يكون رأس ماله ورصيده والمارجن المتاح بالنسبة له يستحمل انعكاسات وارتدادات السوق اللي بتحصل، بالإضافة إلى أنه بيكون في عوامل اقتصادية كتير جدا بتأثر في الأسواق. ممكن يحصل كوارث طبيعية زي اللي موجودة حاليا، إعصار إيرما الموجود في أمريكا، الحاجات دي كلها بتأثر على اقتصاد الدول، بمعنى انه حاليا دلوقتي الاعصار اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه هيأثر بشكل واضح جدا على الناتج المحلي الاجمالي، فبالتالي ده هيكون عامل سلبي على قوه الدولار.
مقابل اغلب العملات المواجهه ليه. ففي النقطه دي لازم المستثمر اللي بيشتغل على المدى الطويل يكون عامل حسابه انه خلال السنه ممكن تحصل حاجات غير متوقعه وغير معروفه هتاثر على عمليه التداول الخاصه بيه في السوق، فلازم يكون عامل حسابه على راس مال يستحمل الارتدادات السعريه دي. بالنسبة للمضارب اليومي، المضارب اليومي هو بيعتمد أكيد طبعا على التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية، لكن بشكل أكبر بيفضل إن هو يستخدم مجموعة من المؤشرات، لأن هو بيكون قرار الشراء والبيع بتاعه مش بياخد وقت، يعني لازم يكون قرار الشراء أو البيع مفهوش تفكير، لازم أول ما الإشارة تتكون بالنسبة له سواء كانت إشارة بيع أو إشارة شراء ينفذ السوق من غير ما يقعد يفكر كتير، لأن هو أصلا بيكون هدفه في الصفقة. إحنا بنتكلم على النوع قصير المدى اللي هم بيسموه سكالبينج، ده اللي هو بيكون هدفه في السوق إن هو ياخد 3 نقط أو 5 نقط ويخرج، فبالتالي لازم يكون قرار اتخاذ قرار في عملية الشراء أو البيع يكون قرار سريع، لأنه لو فكر وقت كتير ممكن يكون الهدف اللي هو أصلا عايز ياخده من السوق يكون اتحقق. فبالتالي أغلب المتداولين اللي بيستخدموا أساليب السكالبينج اللي هي الدخول والخروج أكتر من مرة في خلال اليوم بكميات كبيرة بيستخدموا مؤشرات بتديهم إشارات دخول وإشارات خروج، والاستراتيجيات كتيرة جدا، لكن كل متداول لازم يكون ليه الاستراتيجية اللي تتناسب مع طبيعة شخصيته. في ناس بتحب يكون عندها ان هو يفكر في السوق، ان هو يحلل السوق، يكون ليه عامل تدخل بشري بالنسبة له في عملية اتخاذ القرار. في نفس الوقت في متداولين ومستثمرين مش بيفضلوا ان هم يكون ليهم اي تدخل بشكل تفكير او بشكل تحليل السوق، هو بس بيكون بيعتمد على اشارات معينه من مؤشرات معينه بتديله سواء كانت اشاره شراء او اشاره بيع، هو بينفذ بناء على الاشاره اللي بتتكون قدامه، زي مثلا مؤشر الموفينج افريج اللي هو متوسط التحرك للاسعار. المؤشر بيكون عبارة عن خط بيكون مرسوم قدامنا على الشاشة، ففي متداولين بيستخدموا أكتر من خط موفينج افريج في نفس الوقت، يعني ممكن نحط مثلا متوسط تحرك السعر لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يكون معانا خط تاني بيوضح متوسط تحرك السعر لمدة 20 يوم، فبتكون الإشارة بتاعت الدخول بس إذا تقاطع 10 أيام مع 20 يوم صعودا فدي بتكون إشارة شراء، ولو حصل العكس بتكون إشارة بيع. طبعا هنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل، احنا بس دلوقتي دي مقدمة عن استراتيجيات التداول. فده من ناحية الاستراتيجيات اللي بتعتمد على مؤشرات، وفي مؤشرات تانية طبعا غير المؤشرات الاتجاه زي موفينج افريج، في عندنا مؤشر الاستوكاستيك، في الار اس اي، في الماك دي، ودي كلها مؤشرات التذبذبات اللي بتوضح لنا انه السوق في حالة تشبع شراء او تشبع بيع، يعني دي بتكون في الانعكاسات اللي في السوق، يعني لما بيكون الاتجاه صاعد مثلا على مؤشر الار اس اي لما بيعدي مستوى 80% فده بيكون معناه ان السوق في عملية تشبع بيع، يعني تم عملية بيع بكميات كبيرة جدا من المستوى ده، فبالتالي طبعا بناء على عملية العرض والطلب في عملية بيع اكتر فالسوق هينخفض. نفس الكلام إذا انخفض تحت ال20 مستوى ال20 ده بيكون مؤشر على إنه في تشبع شرائي من المستويات دي، فهيكون انعكاس للاتجاه الهابط والسوق هيبتدي يصعد. فاحنا بس يعني حاليا بنوضح مقدمة عن استراتيجيات التداول. في نقطة تانية لازم أي حد يكون عارفها برضو، إن هو إذا كان هيتابع السوق على فريم شهري أو إذا كان هيتابع السوق على فريم يومي، ده برضو بيتوقف على المدة اللي بيرغب كل متداول ومستثمر بالاحتفاظ بالصفقات الخاصة بيه في السوق. بمعنى إنه في ناس حساباتها ما تستحملش الاحتفاظ بالصفقات لمدة تزيد عن أسبوع أو عن شهر، فبالتالي هو لازم يشتغل على فريمات أصغر من كده بكتير، زي فريم الساعة أو فريم الربع ساعة، عشان خاطر من خلال الفريم ده أو الإطار الزمني يقدر يحدد إشارة الشراء وإشارة البيع.
طبعا مش معنى الكلام ده ان احنا هنشتغل على فريم واحد بس، لانه زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت وفي محاضرات كتير عن الاخطاء اللي بيقع فيها الناس، ان الناس بتركز على اطار زمني واحد، وده طبعا بيكون خطا. لازم الناس تشوف الصوره بجميع الزوايا الخاصه بيها، يشوفوا الاتجاه المسيطر على السوق. الاتجاه المسيطر طبعا هو بيكون الاتجاه العام، يعني بيكون الاتجاه الطويل، يعني بيكون على فريم الشهري او الاسبوعي او اليومي، ده بيكون الاتجاه الاقوى. فاحنا لما بنشوف الاتجاه العام على الفريم الديلي او الويكلي او المنسلي، في الحالة دي بنقدر نحدد الاتجاه العام المسيطر على السوق. فانا والله عرفت ان انا عندي على الفريم الديلي او اليومي او الاسبوعي او الشهري الاتجاه صاعد حاليا، فانا اقدر انزل على فريم الساعه او ال4 ساعات او ايا كان فريم صغير، واخد اشاره دخول تتناسب مع الاتجاه العام. يعني ممكن اكون شايف انه على الاتجاه العام على الفريم الاسبوعي الاتجاه صاعد، لكن لو نزلت على فريم الساعه ممكن تظهر لي اشاره بيع بناء على استراتيجيه معينه بشتغل بيها، زي ما قلنا مثلا استراتيجيه موفينج افريج، مؤشر متوسط تحرك الاسعار، بمعنى انه حصل تقاطع هابط ما بين المؤشرات، فدي بالنسبة لي على فريم الساعة هي اشارة بيع. لكن في نفس الوقت انا عندي على الاطار الكبير الاتجاه صاعد، فانا لازم في الحالة دي ان انا ما ادخلش اشارة البيع واستنى بس التقاطعات الصاعدة، يعني استنى ان الكروس او التقاطع بتاع موفينج افريج يكون تقاطع صاعد. احنا هنجيب التشارت دلوقتي وهنشرح الكلام ده كله بشكل تفصيلي. ده من ناحية الإطار الزمني، إن المفروض الواحد يكون عارف هو بيشتغل على أي فريم عشان خاطر يحدد المدة اللي هو حابب يشتغل فيها في السوق. هنيجي لنقطة تانية، يعني زي ما قلنا برضو إن إحنا عندنا أساليب التداول في أسواق العملات وأسواق المال عموما مختلفة، يعني في ناس بتعتمد بس على المؤشرات، وفي ناس ما بتحبش تشتغل على المؤشرات لأنه هو بيحب إن هو يفكر أكتر، يحلل السوق. في أساليب كتير بنستخدمها في التحليل الفني. فالاسلوب الاول هو الاعتماد على المؤشرات الفنيه بس، ففي الحاله دي هو المتداول او المستثمر مش بيكون ليه اي تدخل، هو بس يعني المؤشرات دي كلها مؤشرات احصائيه ليها معادلات مبرمجه على المنصه اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي منصه الميتا تريدر 4. فبيكون المؤشر في المعادلة الإحصائية اللي بيقيس عليها الوضع الحالي للسوق هي موجودة ومتبرمجة في المؤشر. فكل اللي بيعمله المتداول إن هو بس بيشوف الإشارة اللي ظاهرة من المؤشر، سواء تقاطع موفينج أفريج مع خط تاني أكبر، أو إذا كان مؤشر الاستوكاستيك أو الـ RSI أو أيا كان من المؤشر مديله الإشارة بتكون واضحة تمام بالنسبة له. ممكن يكون الكلام دلوقتي مش واضح شوية، بس لما نجيب الشارت دلوقتي وننزل المؤشرات ونطبق عملي في السوق هيكون الأمور أوضح بكتير. فده أول نوع من أنواع التداول اللي هو الاعتماد على المؤشرات الفنية. هنتكلم بعد كده عن النوع الثاني اللي هو الاستراتيجيات اللي بتعتمد على تحديد مستويات دعم ومقاومة، على نماذج فنية، على برايس اكشن، يعني اللي هي نماذج الشموع اليابانيه نفسها، لان الشموع اليابانيه نفسها هي بتعكس توقعات وبتعكس الحركه المتوقعه في خلال الفتره القادمه بناء على ايا كان الفريم اللي كنا بنشتغل عليه. فدي النقطه اللي بنتكلم عليها، الاستراتيجيات المؤشرات الفنيه، وهيكون دلوقتي عندنا استراتيجيه واضحه نعرف نشتغل بيها باستخدام المؤشرات. أول خطوة عشان خاطر يكون عندنا استراتيجية بنشتغل بيها في أسواق العملات بتحدد لنا إشارة شراء وإشارة بيع نعرف من خلالها ندخل ونخرج من السوق، إن إحنا أول خطوة لازم نحدد الاتجاه الحالي، يعني لازم نعرف الاتجاه العام اللي موجود على العملة أو على المنتج اللي إحنا شغالين عليه هو اتجاه صاعد أو اتجاه هابط. عشان نقدر نحدد أول نقطة إن إحنا نعرف بس الاتجاه
اتجاه صاعد او اتجاه هابط. في اساليب كتير جدا بتوضح لنا الامور دي، ممكن من اشهرها واكثر استخداما للمتداولين في العالم كله على جميع اسواق المال هو مؤشر الموفينج افريج. مؤشر الموفينج افريج هو بيقيس لنا متوسط تحرك العملة في خلال فترة معينة احنا بنتحكم في تحديدها. يعني انا ممكن اقول له انا عايز اعرف متوسط تحرك للعملة في خلال 10 ايام او في خلال 20 يوم او في خلال 100 يوم. انا اللي بقدر احدد النقطة دي على حسب الاستراتيجية اللي انا شغال عليها. طبعا كل استراتيجيه لازم ان احنا بنعمل لها باك تيست، ان احنا بنختبرها قبل ما نشتغل بيها على حساب حقيقي. بنشتغل بيها لمده شهر على الحساب التجريبي، لو شفنا ان احنا محققين منها نتائج كويسه في الحاله دي نقدر نشتغل بيها على الحساب الحقيقي. احنا هنتكلم دلوقتي عن الموفينج افريج على الشارت. في طريقتين ان احنا نقدر نحدد الاتجاه من خلالهم باستخدام مؤشر موفينج افريج. ممكن اولهم هي الموفينج افريج، في منه كذا نوع، في اللاينير ويتد وفي السيمبل اللي هو البسيط، وفي الموفينج افريج الاسي اللي بيحسب على اكتر من تايم فريم في نفس الوقت. فاحنا هنبتدي اول حاجه ان احنا الطريقه المتعارف عليها او الطريقه الكلاسيكيه لتحديد الاتجاه في السوق هي اللاينير ويتد موفينج افريج. زي ما احنا شايفين احنا بس بنقدر نحدد اذا كان الاتجاه صاعد او هابط اذا كانت الاسعار فوق المؤشر، ففي الحاله دي احنا بنكون في اتجاه صاعد، لو كانت اسفل بنكون في اتجاه هابط. هنجيب دلوقتي الكلام ده على الشارت عشان خاطر يكون الامور عمليه اكتر والناس تفهم معانا بشكل اوضح. ده بالنسبه لنا الشارت الخاص يعني الاطار على اطار الساعه، يعني الفريم المستخدم هنا الفريم الساعه. الشارت هو الرسم البياني لتحرك سعر العملة. نقدر نشتغل على فريم ال4 ساعات يكون أفضل، لأنه كل ما الفريم بيزيد كل ما دقة التحليل بتاعتنا بتكون أقوى. فاحنا هنشتغل على فريم ال4 ساعات عشان خاطر نضيف مؤشر موفينج أفريج للإخوة المبتدئين معانا في السوق. بنروح على insert وبعد كده بنلاقي أول حاجة indicators، بيكون في ترند عندنا دي اللي هي مؤشرات الاتجاه. موفينج افريج هي دي اللي احنا البراميترز، يعني الحسبه اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فاحنا هنختار عشان خاطر نحدد الاتجاه، فاحنا محتاجين نختار 200 مثلا. 200 دي يعني مده كبيره، يعني هو بيقيس لي المتوسط تحرك السعر على مدار 200 شمعه بالنسبه لي اللي هم قدامي على الشاشه، و200 شمعه على فريم ال4 ساعات. دي يعني هتكون مده كبيره جدا، يعني تتعدى الشهور. فاحنا بنختار الميثود برضو الطريقه اللي بيحسب عليها، بنختار اللاينير ويتد لفتره 200 شمعه. بنضغط اوكي بيظهر المؤشر قدامنا على الشاشه. بالطريقه دي احنا بس كل اللي بنستفيد منه هنا ان احنا طالما الاسعار اعلى، يعني طول ما الشموع بتترسم وبيتم تداول الاسعار اعلى الموفينج افريج اللي هو الخط اللي ظهر قدامنا بالاحمر، فاحنا في الحاله دي معناها ان احنا عندنا اتجاه صاعد على العمله. اذا حصل واذا كان الشموع اسفل اللاينير ويتد، فاحنا في الحاله دي بنكون في حاله اتجاه هابط. لو رجعنا شويه للشارت هنشوف انه من بدايه ما السعر بدا هنا يكسر الموفينج افريج 200 السوق في اتجاه صاعد معايا. ولو نلاحظ حاجه تانية برضو انه كل ما السوق بيحاول يقرب تاني مره تانيه للخط بتاعنا اللي هو مؤشر موفينج افريج بياخد منه دعم وبيرجع يطلع تاني. في المرحلة اللي قدامنا دي واضح ان السوق نزل تحته لكن كان الكسر كاذب، يعني ما قدرش ان هو يستمر مدة طويلة اسفل الموفينج افريج ورجع ارتد تاني فوق الموفينج افريج 200 وكان الاتجاه صاعد بالنسبة لنا. لو نلاحظ في المرحلة اللي احنا فيها هنا الوقت ده كل مرة السعر بيحاول يكسر الخط وما بيقدرش وبيرجع يرتد تاني يصعد.
فده بيكون مؤشر قوي بالنسبة لنا ان احنا الاتجاه بالنسبة لنا هو اتجاه صاعد. لو رجعنا شوية برضو في الفترات اللي كنا فيها الأسعار بتتداول في المستويات دي، طالما عندي السعر أسفل المؤشر فأنا في الحالة دي يبقى أنا عارف إن الاتجاه هابط. في الفترة اللي قبلها كان واضح إن هو السعر أعلى المؤشر فأنا في اتجاه صاعد. هو باختصار شديد يعني نقدر نقول طالما الأسعار بتتداول أسفل المؤشر فإحنا بنكون في حالة اتجاه هابط، ولو الأسعار أعلى المؤشر فإحنا بنكون في حالة اتجاه صاعد. فدي الخطوة الأولى إن إحنا بنكون عايزين بس نحدد إحنا الوضع الاتجاه الحالي بالنسبة لنا ايه، هو اتجاه صاعد او اتجاه هابط. فاحنا دي اول نقطة بنقدر نحددها، يعني هنعرف الاول اول مرحلة ان احنا ازاي نحدد الاتجاه، وبعد كده هنتكلم عن نقطة ان احنا ناخد القرار بتاعنا ان احنا الإشارة التأكيدية. الإشارة التأكيدية هي اللي بتديني علامة الدخول إذا كنت أشتري أو إذا كنت أبيع، ودي بنستخدم فيها مؤشر تاني. فإحنا دلوقتي في النقطة الأولى اللي إحنا بنتكلم فيها إن إحنا بس بنكون عايزين نحدد الاتجاه، وأول طريقة اتكلمنا بيها اللي هي Moving Average 200 بالأسلوب اللي هو Linear Weighted. هنتكلم بعد كده على طريقة تانية برضو بنقدر من خلالها نحدد إذا كنا في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها إذا كنا في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، عندنا برضو باستخدام الموفينج افريج لكن هنستخدم الأسلوب البسيط فيه. وفي الحالة دي احنا بنستخدم خطين، يعني بنستخدم مؤشر موفينج افريج لكن بحسبتين. أول حاجة بيكون عندنا بنحسب، يعني بنخلي المؤشر يحسب لنا متوسط تحرك السعر في خلال 10 أيام، وده بيكون المؤشر السريع. وبيكون عندنا موفينج نفس الموفينج افريج لكن بيحسب لنا متوسط تحرك على مدار 50 شمعة، من الاول 10 شموع والتاني 50 شمعة على ايا كان الفريم اللي احنا بنشتغل عليه. وفي الحالة دي احنا بنستخدم اسلوب الكروس، يعني لو الموفينج 10 قطع الموفينج 50 صاعد فاحنا بنكون في حالة اتجاه صاعد، لو موفينج 10 قطع الموفينج 50 هابط فاحنا بنكون في اتجاه هابط. وطبعا بنحدد كل مؤشر فيهم بلون عشان خاطر نعرف نميز. هنرجع تاني للتشارت عشان خاطر نوضح النقطة دي بشكل عملي. عشان نشيل المؤشر الأولاني بنعمل ديليت انديكيتور، هنضيف تاني الموفينج افريج، طبعا في مؤشرات كتير وفي استراتيجيات كتير هنتكلم عنها بعد كده في المحاضرات القادمة، لكن احنا النهاردة بنتكلم عن الأساسيات عشان خاطر لازم أي حد يكون في السوق ده عارف أساسيات التحليل الفني أو أساسيات التداول باستخدام المؤشرات زي مؤشر موفينج افريج والمؤشرات الرئيسية زي الـ RSI والستوكاستيك والماك دي. احنا هنا بنستخدم الأسلوب البسيط. أول حاجة قلنا إن احنا هنحسب لعشرة أيام باللون الأحمر بنميزه العشرة أيام اللي هو السريع، تمام. وهنضيف نفس المؤشر Moving Average لكن بمعادلة أخرى إن احنا هنحسب 50 شمعة. طبعا احنا قلنا ان احنا بنميز الالوان، الاولاني السريع باللون الاحمر والبطيء هيكون عندنا باللون الازرق، تمام. احنا هنا بنستخدم على يعني بنستخدم مؤشر يعني خطين بس، لكن في اساليب كتير جدا وفي ناس بتشتغل ممكن ب5 خطوط او ب10 خطوط بيعتمدوا على توليفة معينة من مؤشر موفينج افريج باكتر من فترة بيشتغلوا عليها. وده طبعا هتكون يعني كل متداول وكل حد في السوق ده يعني مهما كان برضو لازم يكون ليه هو عامل الاكبر ان هو يطور من نفسه ويتعلم
في المصادر التعليمية على النت يعني غير محدودة، وعندنا من خلال المحاضرات الإلكترونية بنقدمها في إكوتي كل يوم بنتكلم عن استراتيجيات مختلفة، عندنا 4 أو 5 محاضرين كل واحد بيشرح بأسلوبه وكل واحد بيشرح من خبرته، فدي ميزة طبعا لأي حد إن هو يستغل الخبراء الموجودين في شركة إكوتي، إن هو يكون بالنسبة له يدمج ما بين جميع خبرات الناس الخبراء المحللين الموجودين في شركة ايكويتي. بالنسبة للموفينج افريج اللي احنا الاسلوب اللي احنا هنشتغل عليه عشان خاطر نحدد الاتجاه، بيكون الامر زي ما قلنا في الاول استخدام المؤشرات هو مش بيكون محتاج اي تدخل بشري او تفكير او تحليل، لان الموضوع بيكون واضح جدا، احنا بنعتمد على تقاطع واشارة بتكون واضحة. لما بيحصل تقاطع انه الخط الاحمر اللي هو الموفينج افريج 10 اللي هو السريع يقطع الخط الازرق اللي هو الموفينج افريج 50 اللي هو البطيء، في الحالة دي احنا بنتوقع ان احنا بنكون في حالة اتجاه صاعد زي الحالة اللي موجودة قدامنا. في المستوى ده الموفينج افريج السريع قطع البطيء يعني الاحمر قطع الازرق صعودا، ففي الحالة دي احنا بيكون عندنا اتجاه صاعد، لما بيتم الكسر صعودا فاحنا بنكون في حالة اتجاه صاعد زي ما هو واضح قدامنا. لما بيحصل انه العكس يعني الموفينج افريج السريع اللي هو العشرة يكسر البطيء هبوطا، فاحنا في الحالة دي بنكون في اتجاه هابط زي الموضح بالنسبة لنا، اول ما حصل التقاطع ما بين الخط الاحمر قطع الازرق هبوطا فكان في عندنا اتجاه هابط، تقريبا السوق نزل حوالي 100 نقطة، طبعا نقدر نستغل ده في إشارة بيع، لكن احنا برضو زي ما احنا قلنا ان احنا ده بيحدد لنا بس حالة الاتجاه سواء كان اتجاه صاعد او اتجاه هابط. نرجع شوية بالتشارت هتكون الأمور أوضح بالنسبة لنا، يعني ممكن حتى الفترة اللي احنا فيها هنا السوق في اتجاه عرضي، يعني في حاجات كتير مؤثرة في السوق، فالاتجاه مش واضح ماشي بالعرض ولا هو صاعد ولا هو هابط في الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا والفترة دي. لكن لو رجعنا ورا شوية عند المستويات دي واضح انه أول ما حصل تقاطع الخط الأحمر قطع الأزرق صعودا كان في اتجاه صاعد واضح جدا بالنسبة لي، فاحنا طول الفترة دي طول ما الموفينج الأحمر فوق الأزرق يبقى أنا في اتجاه صاعد. لو رجعنا ورا شوية في المستويات دي اللي كان بيتداول فيها الأسعار، لما كان الموفينج الأحمر تحت الأزرق فاحنا كنا في اتجاه هابط بعد الكروس الهابط اللي حصل عندنا في المستويات دي. نرجع تاني نفس الكلام هنا، لما كانت الأسعار تحت يعني لما كان الموفينج الاحمر تحت الازرق كانت الاسعار في اتجاه هابط، واول لما حصل عندنا تقاطع صعودا ما بين الاحمر قطع الازرق صعودا كان عندنا في اتجاه صاعد قوي جدا اتضح قدامنا تكوينه. فاحنا ببساطة بنقدر نقول انه طول ما الموفينج الاحمر فوق الازرق فاحنا في اتجاه صاعد والعكس صحيح، وبالذات لما بيحصل التقاطع، فلما بيحصل التقاطع احنا بنتوقع انه في اتجاه جديد هيتكون، فبتكون هنا الفرص قوية جدا ان احنا نبتدي نبحث على عامل تأكيدي اخر للدخول في السوق. يعني كل ما بنرجع للتشارت بتكون الامور اوضح بالنسبه لنا، نفس الكلام هنا لما التقاطع حصل صعودا كان في اتجاه صاعد، هنا لما التقاطع حصل هبوطا كان في اتجاه هابط، نفس الكلام هنا لما التقاطع حصل صعودا كان اتجاه صاعد، هنا كان اتجاه هابط. يعني الناس تقدر تضيف المؤشر عندها على الشاشه وترجع هي بالتشارت بنفسها تكون الامور اوضح كتير بالنسبه لها. دي النقطة بتاعت تحديد الاتجاه العام، احنا بس في المرحلة دي بنكون عايزين نعرف بس احنا في اتجاه صاعد او في اتجاه هابط، لكن احنا بننتظر عامل تأكيدي اخر عشان خاطر نعرف ناخد اشارة الشراء واشارة البيع. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها هي نقطة التأكيد، ان احنا نتأكد اذا كنا في اتجاه هابط او اتجاه صاعد عشان خاطر نبتدي نحدد مستويات الدخول، نحدد الحجم اللي هنشتري بيه او الحجم اللي هنبيع بيه بناء على الاشاره الموجوده بالنسبه لنا.
هنا احنا بنعتمد على مؤشر تاني عشان خاطر نأكد إشارة الشراء أو إشارة البيع من خلال استخدام مؤشرات أخرى، زي مثلا عندنا مؤشر الاستوكاستيك، عندنا مؤشر الماك دي، عندنا مؤشر الار اس اي. كل دي مؤشرات بنقدر نعتمد عليها كتأكيد اتجاه، ان احنا نعرف اذا كنا هناخد إشارة شراء أو إشارة بيع. لازم يكون عندي قواعد ان انا قبل ما ادخل السوق، اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها ان انا احدد الاتجاه العام من خلال الاسلوب اللي احنا اتكلمنا عليه باستخدام مؤشر موفينج افريج، سواء ال 200 اذا كانت الاسعار فوق يبقى احنا في اتجاه صاعد، دي كده اول قاعده. بعد كده ببتدي بقى اخد اشاره تاكيديه من مؤشر اخر زي مؤشر الماك دي او الاستوكاستيك او الار اس اي. دلوقتي هنتكلم على مؤشر الار اس اي، ازاي بنستخدمه كعامل تأكيد بالنسبة لنا في السوق. على نفس الشارت ونفس المؤشرات الموجودة، هنرجع للمرحلة مثلا الموجودة قدامنا. احنا حاليا دلوقتي اول حاجة عرفناها هنا لما حصل الكروس ده ان احنا في اتجاه صاعد، لانه الموفينج البطيء قطع عفوا الموفينج السريع قطع البطيء صعودا، فاحنا في عندنا في الفترة دي اتجاه صاعد. هنضيف مؤشر اخر، هنستخدم مؤشر الار اس اي، بيكون في الاسكوليترز اللي هي مؤشرات التذبذبات. الار اس اي اللي هو ريليتيف سترينث اندكس، هنستخدمه بالإعدادات الافتراضية ليه زي ما هو. المؤشر الخاص بالار اس اي هو بيقيس لي حاجتين، يعني اول حاجة لما بيكون المؤشر فوق مستوى السبعين اللي هو الواضح قدامنا بالنسبة لنا هنا، فاحنا بنكون في الحالة دي في عمليات بيع او عمليات تشبع بيعي بنسميها، يعني في عمليات السوق تشبع من عمليات البيع خلاص، فلازم هيبتدي ينخفض لانه عمليات البيع بتكون اكتر بكتير من عمليات الشراء، ففي الحالة دي بنتوقع ان السوق هينخفض. لو كان المؤشر اسفل ال 30 فاحنا في الحالة دي بيكون بالنسبة لنا في عمليات شراء كتير جدا تمت من المستويات دي، يعني في تشبع شرائي، ففي الحالة دي بنكون متوقعين حركة صاعدة أو اتجاه صاعد لما المؤشر بينزل تحت ال 30. نفس الكلام على مؤشر الاستوكاستيك، هنضيف مؤشر الاستوكاستيك من نفس الخانة. بنفس الإعدادات الافتراضية هنشتغل بيه. تمام جدا. نفس الفكرة لما بيكون المؤشر أسفل المستوى ال20 فإحنا في الحالة دي بنكون في عملية تشبع شرائي، ففي عمليات شراء ضخمة تمت من المستويات دي، فبنكون متوقعين ارتفاع الأسعار، ف ده بيكون العامل التأكيدي بالنسبة لنا أو إشارة التأكيد بالنسبة لنا إن إحنا نشتري من المستوى ده. والعكس لما بيكون المؤشر فوق مستوى ال80 في الحالة دي إحنا بنكون متوقعين إنه المؤشر بيعكس لنا إنه في عمليات بيع ضخمة جدا تمت فوق المستوى ده فوق ال80، ففي الحالة دي بنكون متوقعين الأسعار هتنخفض عشان خاطر عمليات البيع أكتر. بالنسبة لنا في الاستراتيجية اللي احنا بنشتغل عليها، هنيجي مثلا عند المستويات اللي كان فيها الاتجاه واضح في المرحلة دي. هنيجي مثلا عند النقطة دي، اول حاجة الشرط الاول بالنسبة لنا للدخول في السوق ان احنا بنحدد اذا كنا في اتجاه صاعد او في اتجاه هابط. فاحنا في المرحلة دي الموفينج افريج اللي هو الشرط بتاعنا الاساسي، موفينج البطيء فوق عفوا السريع فوق البطيء، يعني ال10 فوق ال50، فاحنا هنا عارفين اول حاجه ان انا في اتجاه صاعد. تمام، عشان خاطر ابتدي بقى اخد اشاره شراء عشان خاطر اكون ماشي مع الاتجاه هعمل ايه؟ بستنى الاشاره تجيلي من مؤشر الاستوكاستيك او مؤشر الار اس اي. خلينا دلوقتي هنعتمد على الاستوكاستيك. اشاره الشراء بالنسبه لي ان المؤشر ينزل اسفل ال20، يعني مثلا لو كنا تمام
يعني لو كنا مثلا نفترض انه اللي على يمين الشاشه ده لسه ما حصلش، واحنا حاليا الاسعار بتتداول عند المستويات دي، فانا واضح بالنسبه لي من غير اي تحليل او من غير ما اعتمد على اي حاجه، واضح بالنسبه لي ان المؤشر الموفينج افريج السريع فوق البطيء، يبقى انا كده مبدئيا رقم واحد الشرط الاول بالنسبه لي انا عرفت ان انا في اتجاه صاعد. طيب انا عايز انفذ امر شراء بقى لان انا في اتجاه صاعد، عشان خاطر اخد الاشاره التاكيديه بالنسبه لي لازم انتظر ان مؤشر الاستوكاستيك ينزل تحت مستوى ال 20 زي ما هو واضح بالنسبه لنا في المستويات السعر بيتداول فيها هنا. واضح انه هنا المؤشر ابتدى ينزل تحت ال 20، فانا في الحاله دي عارف انه في تشبع في عمليات الشراء، يعني في عمليات شراء كبيره جدا تمت من المستوى ده، فانا اتوقع انه السوق هيبتدي يرتفع. يعني في السوق كان نازل وتم عمليات شراء كبيره ان المؤشر نزل تحت ال 20، فانا في الحاله دي اشاره التاكيد بالنسبه لي ان انا ادخل السوق شاري، يعني زي ما هو بالنسبه لنا بالظبط هنا في الفتره دي، يعني في الشمعه دي بالظبط السوق نزل، المؤشر نزل تحت ال 20، وانا عندي رقم واحد الشرط الاساسي ان انا عندي المؤشر الاحمر فوق الازرق، يبقى انا كده بالنسبه لي الاشاره رقم واحد بالنسبه لي تمام، القاعده الاولى والشرط الاول ان انا عرفت احدد الاتجاه ان هو اتجاه صاعد. استنيت لما المؤشر الاستوكاستيك نزل تحت ال 20، فانا في الشمعه هنا دي هبتدي انفذ امر شراء، لان انا متوقع دلوقتي انه في عمليات شراء كبيره تمت عند الشمعة دي، فأنا متوقع إن دلوقتي السوق هيبتدي يرتفع مرة أخرى لأن يعني الاتجاه العام المسيطر هو اتجاه صاعد. هو ده اللي حصل بالنسبة لنا، السوق ارتفع على طول صعودا، تقريبا طلع معايا في شمعة واحدة حوالي 154 نقطة، لأن احنا يعني في خلال 4 ساعات السوق كان ارتفع معايا حوالي، في خلال 4 ساعات بالظبط كان السوق طلع معايا 120 نقطة. فدي بالنسبة لي أقدر أخد عملية شراء من المستوى ده، وهيكون الهدف بتاعي يعني إمتى أخرج من السوق؟ لما المؤشر يطلع فوق مستوى الـ80. يعني أنا اشتريت لما نزل تحت الـ20 عشان خاطر أول حاجة كان بالنسبة لي إشارة الاتجاه العام هو اتجاه عام صاعد، عرفت أحدده من خلال المؤشرين، وتاني حاجة انه حصل عمليات شراء تمت، وده عرفته لما مؤشر نزل تحت ال20، وهبتدي اخرج من الصفقه بتاعتي، يعني اقفل الصفقه بتاعتي لما المؤشر يطلع فوق ال80، لانه لما بيطلع فوق ال80 معناه انه في عمليات بيع بتتم بكميات كبيره من المستويات دي، فانا هبتدي اخرج من الصفقه بتاعتي. وده اللي حصل بعد مستوى ال80، السوق ارتد شوية، عمل تصحيح لكن رجع كمل صعود تاني، لانه احنا بالنسبة لنا عارفين الاتجاه العام المسيطر هو اتجاه صاعد طالما الموفينج افريج السريع فوق البطيء. هندور على مثال تاني برضو، احنا خدنا المثال اللي هنا، السوق مكمل معايا صعود بعد كده نزل تاني، وانا طول الفترة دي السوق ماشي معايا عارف ان انا في اتجاه صاعد، لانه انا المؤشر الموفينج الـ10 فوق الـ50، يبقى انا عارف ان انا في اتجاه صاعد. هنيجي مثلا عند الشمعة دي، لما المؤشر الاستوكاستيك نزل تحت مستوى الـ20، هو يعني لما بيبتدي يقرب منه او لما بينزل تحته بحاجات بسيطه، يبقى انا ده الفيجر بتاعي، دي السيت اب بتاعتي اللي انا بشتغل عليها، ان انا متوقع ان السوق هيبتدي يرتفع مره اخرى، فانا اقدر انفذ عمليه شراء من المستوى ده. فانا شايف انه لما مؤشر الاستوكاستيك نزل تاني تحت ال20 هنا في خلال الشمعه دي، اللي هي الشمعة المتواجدة بالظبط، هي الشمعة دي اللي نزل فيها تحت ال20، فأنا من أول ما نزل تحت ال20 عندي هنا ابتديت أتوقع إنه هيكمل الاتجاه العام بالنسبة له هو الاتجاه صاعد، فأنا أقدر أنفذ عملية شراء من المستوى ده. شايفين بعدها السوق ارتفع معايا كمل الاتجاه الصاعد بالنسبة له،
تقريبا طلع حوالي 200 نقطة. طبعا يعني 200 نقطة يعني لأن أنا شغال على فريم الأربع ساعات، يعني الكلام ده تم في خلال يومين أو ثلاثة، لكن لو أنا أبص في خلال يوم السوق طلع معايا 80 نقطة، وده برضو يعتبر ممتاز جدا المتداول. يعني الصفقة تاخد معايا ممكن أدخل فيها، لو دخلت فيها في الشمعة دي كانت يوم 28/7، خرجت منها لما المؤشر قرب من مستوى 80، أو هنا لما المؤشر خرج من فوق 80، يعني تقريبا في خلال 10 شموع في الـ4 ساعات، يعني في خلال تقريبا 3 أو 4 أيام كنت محقق 150 نقطة مكسب. فدي يعني دي يا جماعة استراتيجية ممتازة جدا، يعني ان احنا نقدر نشتغل بيها ونطبق بيها عملي في السوق. يعني ما اكيد باين بالنسبة لي ان انا مش محتاج اكتر من كده، يعني محتاج ان انا اول حاجة اقدر احدد الاتجاه العام بالنسبة لي، ان انا بستخدم المؤشرات الموجودة على الشاشة. تاني حاجة ان انا بقدر احدد إشارة الدخول وإشارة الخروج. إشارة الدخول في عملية الشراء إن أنا لما مؤشر الستوكاستيك ينزل تحت الـ20 تبقى دي إشارة الدخول بالنسبة لي، أو وأخرج من السوق إمتى؟ لما يطلع فوق الـ80، يعني بشتري لما ينزل تحت الـ20 وبخرج لما يطلع فوق الـ80، يعني دي إشارة الدخول وإشارة الخروج. خلينا نرجع شوية ناخد مثال على البيع. تمام. تمام. في الوقت اللي كان الأسعار بتتداول فيه في المستويات دي في الفترة اللي موجودة قدامنا هنا، كان أول حاجة بالنسبة لي زي ما احنا قلنا الكلام ده، يعني أي حد لازم يكون كاتب الإشارات دي بالنسبة له زي نوت حاططها قدامه، ما يشتغلش غير لما الإشارات تتكون. فأنا أول شرط بالنسبة لي إن أنا أحدد الاتجاه من خلال استخدام المؤشر. المؤشر بالنسبة لي واضح ان انا في عندي اول شرط بالنسبة لي ان انا يكون الموفينج 10 تحت الموفينج 50، فده كده تمام اول شرط اتحقق بالنسبة لي. الشرط الثاني ان انا في عملية البيع عكس الشراء، يعني عملية البيع ان انا لما مؤشر الستوكاستيك يطلع فوق الـ80، لان يعني لما يطلع فوق الـ80 معناه ان هو هينزل. تمام. فانا اول حاجه حددتها بالنسبه لي ان انا كان الاتجاه هابط دلوقتي لما حصل الكروس بين المؤشر الخط الاحمر والخط الازرق، بقى انا كده عندي الاشاره واضحه ان انا دلوقتي بقيت في اتجاه هابط مش اتجاه صاعد. انا في اتجاه هابط، فانا مستني بقى اشاره الدخول بتاعتي، يعني مستني تاكيد الامر البيع بالنسبه لي اللي انا بستخدم من خلاله مؤشر الاستوكاستيك. فانا بستنى ان المؤشر يطلع فوق مستوى الـ80، ودي اشارة بتكون اشارة الدخول بتاعتي ان انا ادخل السوق بايع. هنشوف امتى بالظبط طلع فوق الـ80 في الشمعة دي. تمام. انا اول ما طلع فوق الـ80 عندي هنا اقدر ابيع، لان دي اشارة التأكيد بالنسبة لي، لانه اول حاجه اتحققت بالنسبه لي انا بكرر وبعيدها، لانه دي اهم حاجه ان انا اكون ماشي مع الاتجاه العام. انا دلوقتي عارف رقم واحد ان انا في اتجاه هابط، تاني حاجه اشاره الدخول بتاعتي اللي بستخدم من خلالها مؤشر الاستوكاستيك انه المؤشر طلع فوق مستوى الـ80، ففي الحاله دي انا متوقع ان السوق هينخفض، فانا خدت امر بيع في الشمعه الموضح خلالها الخط العمودي، خدت امر بيع هنا. بعدها على طول شايف ان السوق كمل معايا الاتجاه الهابط وانخفض لحد ما نزل تحت الـ20، انا اقدر اخرج. يعني اول ما ينزل الـ20 انا اقدر اخرج، اللي هو امتى نزل تحت الـ20 بالظبط. تمام. مع الشمعة دي نزل تحت الـ20، يعني انا دخلت يوم 5/4 وخرجت يوم 7/4، تقريبا خدت لي يومين في السوق. كان معايا يعني السوق اتحرك معايا تقريبا 76 نقطة مكسب، ومن ساعة ما دخولي من سوق الشمعة دي عكس عليا بس حوالي 15 نقطة، فبالنسبة لي ولا حاجة. يعني دي بتكون إشارة بيع، دي في حالة البيع. الناس ممكن تكتب، يعني طبعا المحاضرة دي بتكون مسجلة وبعد كده بتترفع على اليوتيوب في خلال يوم أو يومين بالكتير، لكن الأفضل برضو الناس تكتب الشروط بتاعة استخدام الاستراتيجية
ان انا اول حاجه احدد الاتجاه العام بالنسبه لي، والاتجاه العام بالنسبه لي بحدده من خلال المؤشر. لما بيكون الخط الاحمر فوق الازرق يبقى انا في اتجاه صاعد، ده الشرط رقم واحد. بعد كده اشاره الدخول لما مؤشر الاستوكاستيك ينزل تحت ال20، والخروج لما مؤشر الاستوكاستيك يخرج يطلع فوق ال80. دي الثلاث خطوات اللي انا بمشي عليهم في عمليه الشراء. في عمليه البيع اول حاجه ان انا احدد الاتجاه الهابط، وده بقدر احدده لما يكون مؤشر الاحمر اللي هو الموفينج 10 تحت المؤشر الازرق اللي هو الموفينج 50. فانا كده رقم واحد عرفت ان انا في اتجاه هابط. تاكيد البيع باخده لما مؤشر الاستوكاستيك يطلع فوق ال80، دي بتكون اشاره الدخول بالنسبه لي. اشاره الخروج باخدها لما ينزل مؤشر الاستوكاستيك تحت ال20. اعتقد الامور واضحه يعني. ولو في حد عنده اي استفسار بخصوص النقطه دي يا ريت اشوف الاسئله. تمام، في عندنا سؤال، اول سؤال عندنا من الاستاذ احمد عبد الظاهر. تمام، بالنسبه للسؤال الاستاذ احمد عبد الظاهر بيسال انه قبل ما يدخل الصفقه هو حابب يحدد يعني يحدد مستويات جني الارباح ومستويات وقف الخساره، عشان خاطر لو ما كانش متابع الشاشه بشكل مستمر. سؤال ممتاز جدا. اقدر يعني اقول لك انه يعني بالنسبه لنا احنا هنا بنشتغل في يوم ال4 ساعات، فانت مش لازم تتابع الشاشه لان هو بشكل لصيق، لان هو مش هينزل. يعني احنا قلنا ان احنا بناخد اشاره الشراء لما ينزل تحت ال20، فهو مش هيطلع فوق ال80 في خلال مثلا شمعتين 4 ساعات، يعني مش هيطلع في خلال 8 ساعات او في خلال 12 ساعه. يعني هيكون معاك فرصه انك تستنى المؤشر فوق ال80. لكن عموما برضو هو انت كلامك صح 1000000%. اقدر اقول لك انك ممكن، يعني دي بتكون عمليه اداره راس مال اكتر ما هي استراتيجيه شراء وبيع. يعني احنا لازم يكون عندك استراتيجيه تانية عن اداره راس المال والمخاطر، بتكون بالإضافة لاستراتيجية التداول. يعني احنا النهاردة بنتكلم عن استراتيجية التداول، لكن بالنسبة لإدارة المخاطر دي اتكلمنا عليها في محاضرات قبل كده، ولسه هيكون في محاضرات تانية. ممكن ترجع للمحاضرات الموجودة على اليوتيوب هتستفيد منها بشكل كبير. لكن برضو خليني هضيف لك حاجة تانية نقدر نستخدمها في النقطة دي من خلال مؤشر. يعني احنا برضو دلوقتي احنا بنتكلم على استراتيجيات باستخدام مؤشر بس، من غير ما نحدد، يعني من غير ما يكون لينا عامل في التدخل. خليني هقول لك ان احنا ممكن مثلا في اسلوبين. الاسلوب الاول ان احنا ممكن نخلي وقف الخسارة فوق. لو انا داخل شراء مثلا، فانا اخلي وقف الخسارة عند اول مستوى دعم بالنسبة لي، يكون تحت مستوى الدعم، اقرب مستوى دعم ب10 نقط. لو انا داخل بيع هخلي وقف الخسارة عندي فوق مستوى، اقرب مستوى مقاومه ب10 نقط. يعني مثلا انا في الصفقه دي انا دخلت بيع، اللي هي الواضحه قدامنا على الشاشه، انا دخلت بيع من المستوى ده. فانا بالنسبه لي هوضح اول مستوى، يعني اقرب مستوى مقاومه كان موجود فين، اللي هو واضح ان هو هنا بالنسبه لي. طبعا في الحاله دي انا بيكون في تدخل بسيط بالنسبه لي، تدخل فني بسيط، ان انا بس بحدد مستوى مقاومه هو واضح بالنسبة لي، يعني مستوى مقاومة أو مستوى دعم. للإخوة المبتدئين معانا في السوق، يعني أي دعم، أي عفوا قمة أو قاع فوق السعر تعتبر مستوى مقاومة، وأي قمة أو قاع تحت السعر تعتبر مستوى دعم. فأنا في حالة البيع أنا بدور على مستويات تكون فوق السعر. فأنا بالنسبة لي كان واضح هنا إن دي في مستوى قمة، رسمت فيها خط كانت بالنسبة لي هي أول مستوى مقاومة فوق المستوى اللي أنا هنفذ منه، وواضح برضو إن هي كانت هنا مستوى دعم وكانت هنا مستوى مقاومة. وده فكرة تبادل الأدوار، لأنه لما بيكون عندي في مستوى مقاومة والسوق بيكسرها بتتحول لدعم، ولما بيكون عندي في مستوى دعم والسوق بيكسرها بتتحول لمقاومة. فأنا بس كل اللي عملته هنا إن أنا يعني شفت اول قمة قبل السعر. يعني اول قمة انا بايع، فانا هدور على اول قمة اتكونت قبل السعر. اول قمة اتكونت قبل السعر اللي هي واضح بالنسبة لي هنا ان هي كانت الشمعة دي اعلى من اللي قبلها واللي بعدها، وحتى باين ان هي
بتمثل مستوى مقاومه، يعني عفوا بتمثل مستوى قمه. فانا بس كل اللي عملته ان انا برسم خط افقي، عفوا خط عرضي فوق القمه، وده بالنسبه لي بيكون هو اقرب مستوى مقاومه للسعر اللي انا داخل السوق بايع. فانا في الحاله دي اقدر احدد بالنسبه لي انه هنا يكون وقف الخساره بتاعي، ده لو انا مش هقدر اتابع السوق واستنى انه لما ينزل تحت الموفينج 80. فانا بحدد هنا مستوى المقاومه بالنسبه لي كان عند 1.0700، فكان ده وقف الخساره بالنسبه لي اقدر اخليه فوقيه ب 10 نقط مثلا، يعني ممكن عند 1.0714 هيكون مناسب جدا بالنسبه لي. فانا كده حددت مستوى في الخساره. ازاي اقدر احدد التارجت بتاعي لو انا برضو مش هستنى ان انا اتابع ان السوق ان المؤشر الستوكاستيك ينزل تحت ال 20؟ دي هتكون عمليه اداره راس مال بحته، ان انا ممكن اخلي التارجت بتاعي مثلا 2 ل 1، يعني لو وقف خسارتي تقريبا زي ما احنا قلنا هنا انا بايع من الشمعة دي، فكان عندي وقف الخسارة بتاعي حوالي مثلا 40 نقطة. فأنا دي هتكون عملية إدارة رأس مال ملهاش دعوة بالتحليل، إن أنا هخلي الوقف مستوى جني الأرباح بتاعي أو التيك بروفيت بتاعي هو 2 ل 1، يعني وقف الخسارة 40 فأنا هخلي التيك بروفيت بتاعي 80. احنا شايفين تقريبا السوق نزل معايا يعني لحد ما وصلنا للستوكاستيك وصل عند بالظبط اللي هم 77 نقطة أو 80 نقطة، يعني في المستوى ده. فاحنا ممكن نخلي التيك بروفيت بتاعنا 1 ل 2 أو 1 ل 1.5 أو 1 ل 1، دي بتتوقف من متداول لمتداول، من مستثمر لمستثمر. فدي طريقة تقدر تعتمد عليها إذا ما كنتش هتقدر تتابع المؤشر الاستوكاستيك لحد ما ينزل تحت ال20 اللي هي إشارة الخروج من السوق. أتمنى تكون النقطة واضحة للأستاذ أحمد. تمام، عندنا أسئلة تانية؟ واضح إنه الاستراتيجية مؤثرة بالنسبة، يعني ممكن تكون جديدة بالنسبة لناس كتير. هي فعلا استراتيجية قوية نقدر نشتغل عليها ونعتمد عليها بشكل واضح في إشارات الشراء والبيع. في عندنا سؤال من الأستاذ مسعود المالكي، في وقت التداول ما هي فائدة الموفينج افريج 200 في وقت التداول أقصد مع الشروط؟ تمام أستاذ مسعود، زي ما قلنا في الأول إنه الموفينج افريج 200 برضو نفس الفكرة، إن احنا بنحدده كعامل تحديد اتجاه، يعني لو كانت الأسعار فوق الموفينج 200 يبقى احنا في اتجاه صاعد، ده رقم واحد. وهنعتمد برضو على إشارة التأكيد اللي هي بتيجي من الستوكاستيك لما ينزل تحت ال20 والسعر فوق الموفينج 200، يبقى دي كده إشارة الدخول الشراء بالنسبة لي كاملة، فأنا هدخل السوق شاري. ولو كانت الأسعار تحت الموفينج 200 فأنا في حالة اتجاه هابط، ده تأكيد الاتجاه بالنسبة لي. أول حاجة إن أنا بس أعرف الاتجاه بالنسبة لي، فأنا حددت إن أنا في اتجاه هابط فهدخل السوق بايع. ويعني دي بس انا كده حددت ان انا في الاتجاه العام هو الاشارات اللي انا المفروض ادخلها اشارات بيع، بس انا برضو بعتمد كاشاره تاكيديه على مؤشر الاستوكاستيك. يعني لو كانت السعر تحت موفينج 200 يبقى انا الاتجاه هابط، دي رقم واحد، وهستنى اشاره الدخول والتاكيد لما مؤشر الاستوكاستيك يطلع فوق ال 80. لما يطلع فوق ال 80 يبقى انا كده دي بالنسبه لي تاكيد البيع، يعني دي إشارة الدخول بالنسبة لي. أتمنى برضو أن تكون النقطة دي واضحة بالنسبة لحضرتك أستاذ مسعود. هي بس ممكن يكون الموضوع واضح بس ممكن يكون صعب شوية كبداية، لكن يعني بعد ما نخلص المحاضرة أتمنى أن الناس كلها تنفذ يعني تشغل المؤشرات دي عندها على الشاشة، على منصة ايكويتي، على اي عملة او اي منتج شغالين عليه، ان احنا نضيف الموفينج افريج 10 باللون الاحمر، ونضيف الموفينج افريج 50 باللون الازرق، ونضيف مؤشر الاستوكاستيك، ونكتب ورقة وقلم بالنسبة لنا.
نكتب ورقة وقلم بالنسبة لنا، ان انا بحدد الاتجاه الصاعد لما يكون الموفينج العشرة فوق الخمسين. دي كده اول حاجة بالنسبة لي عشان خاطر اعرف انا في انهي اتجاه. تاني حاجة ان انا اشارة الدخول باخدها من الستوكاستيك في حالة الشراء، يعني في حالة ان انا في اتجاه صاعد عرفته اول حاجة. اشارة الشراء لما الموفينج عفوا لما الستوكاستيك ينزل تحت ال20، يبقى انا كده في اتجاه، يعني دي اشارة الشراء بالنسبة لي، اشارة التأكيد ان انا السوق هيصعد معايا، فابتدي انفذ عملية شراء من المستويات دي. تمام. نرجع تاني للأسئلة الأستاذ مسعود، أقصد 200 مع 50 مع 10. والله لا، يعني الأفضل إن إحنا بس يعني يا إما نستخدم الموفينج 200 بالأسلوب اللي هو اللاينير ويتد، أو نستخدم العشرة مع الخمسين. يعني ما ينفعش نستخدم الثلاث حاجات مع بعض، لأن إحنا كده كل ما بيتعقد الأمور بتزود مؤشرات، فأنت دي بتكون حاجة سلبية مش حاجة إيجابية، لأن أنت بتأخر إشارة الشراء بالنسبة لك. يعني إحنا قلنا إن إحنا دلوقتي بالنسبة لنا هما شرطين بس، إنه يكون الموفينج 10 فوق الموفينج 50. دي كده أول حاجة عشان خاطر أحدد الاتجاه، وبعد كده باخد إشارة الشراء لما الستوكاستيك ينزل تحت ال20 بشتري. لكن لو ضفت بقى عليهم كمان ال200، يبقى انا بعقد الامور بالنسبه لي. عموما في عمليه التداول كل ما بتبسط الامور بالنسبه لك كل ما بيكون افضل. يعني دي قاعده عامه خليك عارفها دايما في التداول، يعني خليك بسيط جدا في التداول على قد ما تقدر، لان الموضوع كله الاهم من استراتيجيات التداول زي ما وضحنا في محاضرات قبل كده هي التحكم في النفسيه. التحكم في النفسيه ان احنا نلتزم بالاستراتيجية بتاعتنا، ان انا ما ادخلش السوق قبل ما الشروط بتاعتي كلها تتكون. يعني ما بقاش عايز افتح الشاشة وبدور على فرصة لمجرد ان انا اكون موجود في السوق، يعني لازم التزم بالشروط بتاعتي عشان خاطر اقدر انجح. دي رقم واحد. تاني حاجة ان انا يكون عندي ادارة راس مال سليمة، يعني ان انا لما بدخل صفقة مثلا يكون المخاطرة بتاعتي فيها 50، يبقى انا ما اكسبش اقل من 75. فدي امور كتير برضو مش عايزين ندخل في تفاصيل فيها كتير النهارده، لان احنا الاهم اللي احنا مركزين عليه عن الاستراتيجيه الخاصه بالتداول. اتمنى انه تكون الاستراتيجيه واضحه بالنسبه للاخوه الحضور. حابب أسأل من الإخوة الموجودين معانا تقريبا كم حد شغال على حسابات حقيقية، يعني مين الناس المبتدئة، مين الناس اللي شغالة بقالها فترة في السوق؟ أستاذ مسعود إحنا بنستخدم دلوقتي مؤشر الاستوكاستيك مش مؤشر الـ RSI. حضرتك بتسأل عن مؤشر الـ RSI، إحنا دلوقتي شغالين على مؤشر الاستوكاستيك. يعني احنا هنقدر نستخدم الـ RSI والاستوكاستيك، لكن بالنسبة للاستراتيجية دي الافضل ان احنا نستخدم الاستوكاستيك، بيكون الاشارات بتاعته اوضح واكتر. يعني بالظبط، فاحنا نستخدم مؤشر الاستوكاستيك في الاستراتيجية دي هيكون افضل بكتير. تمام. احنا فاضل معانا 5 دقايق في المحاضرة، اتمنى انه الاخوة الحضور معانا اعرف مين بقاله، يعني مين خبرته قد ايه في السوق في التداول عموما، مين بيشتغل على حسابات حقيقية، مين لسه بادئ في السوق. نقدر يعني بحيث ان احنا نقدر لو في اي استفسارات عن اي امور اخرى، يعني اتمنى ان انا الناس تسألني دلوقتي على اي حاجة الناس بالنسبة للناس المبتدئين. ممتاز جدا الأستاذ مسعود، ممتاز، حضرتك شغال واضح بقالك فترة. تمام جدا، تمام. طيب يا جماعة بس 5 بس اللي ردوا عن خبرتهم في السوق، احنا ما شاء الله الحضور معانا كتير، حابين نعرف أكتر عن الإخوة الحضور معانا. لو حد عنده أي استفسار نقدر، يعني بالنسبة للأخت مها لسه مبتدئة بالنسبة لك، يعني بالنسبة لك ايه اللي حابة يعني بالنسبة لك حاجة غريبة او حاجة ممكن تكوني شايفاها صعبة نقدر نساعدك فيها اكتر. تمام. طيب يعني
ممكن يعني توضح لنا اكتر برضو عشان خاطر الاخوة المبتدئين اللي معانا برضو، اكتر حاجة شايفاها صعبة بالنسبة لك في التداول؟ تمام، هو ممكن يكون بس الامور في الاول بتكون صعبة شوية، لكن انت لو ركزتي في السوق، اهتميتي انك تتعلمي، تطوري من نفسك، تقري كتير عن استراتيجيات التداول وادارة راس المال، هتلاقي مع الوقت الامور بتتم. يعني طول ما انت فاتحة الشارت قدامك، كل ما عينك بتاخد على التحركات الاسعار، النماذج اللي بتتكون دايما، التاريخ بيعيد نفسه. يعني لما بيحصل نموذج دلوقتي وبقى معين على الشاشة زي شمعة معينة ليها شكل معين حصلت دلوقتي، وبعد كده السوق ارتفع، فبالتالي لما يحصل نفس النموذج ده بكرة هيحصل نفس الحركة اللي حصلت النهاردة. فانت كل ما بتقعدي قدام الشاشة اكتر، بتكون بالنسبة لك فرص انك تتعلمي بتكون اكتر بكتير. يعني تابعينا في المحاضرات الجاية، في حاجات كتير جدا بنتكلم عليها. احنا الاسبوع ده بنتكلم عن استراتيجيات التداول، الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن الاخطاء اللي الناس بتقع فيها، الاسبوع اللي قبليه كنا بنتكلم عن ادارة راس المال، الاسبوع اللي قبليه كنا بنتكلم عن الاتجاهات المتوقعة للنفط. يعني كل اسبوع بيكون عندنا نموذج بنتكلم فيه. تمام، ان شاء الله يعني هتستفيدي كتير جدا. يعني هو الموضوع يعني بالنسبة لاستراتيجيات الناس بتكون داخلة السوق ومش عارفة انا امتى اشتري وامتى ابيع، لكن اعتقد انه النهاردة ممكن تكون الامور واضحة، يعني لان احنا حتى مفيش عامل ان احنا بنحلل السوق او بنحدد مستوى الدعم والمقاومة او بنحدد نماذج فنية، هي العملية واضحة جدا. يعني لما خط يقطع خط يبقى انا كده عندي خلاص عرفت انا في انهي اتجاه، وبستنى المؤشر ينزل تحت ال20 بشتري، لما بيطلع فوق ال80 بخرج. فالامور احنا حبينا النهارده نتكلم عن استراتيجية بتعتمد على المؤشرات بس عشان خاطر الامور تكون واضحة للمبتدئين، ان هم بيكون داخل السوق ومش عارف ازاي هيشتري او ازاي هيبيع. فاعتقد الامور تكون واضحة دلوقتي. تمام، بالنسبة للأستاذ أبو راشد، أهلا بيك. لماذا وضعت إعدادات الموقع الموفينج أفريج 10 على 50؟ هل يمكن وضع إعدادات مثل على 30 و90؟ والله يا أستاذ أبو راشد، يعني في استراتيجيات كتير بتختلف. يعني الأسلوب الأشهر أو يعني من أشهر المتداولين بيستخدموا الأسلوب الموفينج 10 وموفينج 50، لكن تقدر تستخدم 30 و90 وتختبر بنفسك، لانه في الاول وفي الاخر النتائج هي اللي بتوضح انهي افضل، والنتائج بتتم بناء على الاختبار. يعني انت دلوقتي احنا شغالين على 10 وال50، انت لو ممكن تشتغل على 30 و90 مثلا وتتابعها الفترة افضل، تشوف انهي بالنسبة لك احسن. يعني هي بتختلف. يعني في اول محاضرة انا قلت ان في ناس بتشتغل على اكتر من موفينج افريج، يعني في ناس بتشتغل بخمسة ومعاها 10 ومعاها 20 ومعاها 50. استراتيجيات التداول بموفينج افريج بالذات كتير جدا، وفي ناس كتير بتكون لنفسها اكتر من موفينج افريج تشتغل عليه. ف يعني انا النهارده اتكلمت بس عن الاشهر استخداما في اسواق العملات بالنسبه للموفينج 10 وموفينج 50، لكن طبعا تقدر تجرب ال 30 وال 90، وان شاء الله حتى احنا نستفيد منك. يعني لو كانت النتائج افضل، يعني كلنا في السوق ده بنتعلم من بعض في الاول وفي الاخر، يعني هي كلها تبادل افكار ومعلومات، هو ده اللي بيساعد على التعلم. الأستاذة مها حابة تسأل تقرا عن ايه اكتر؟ والله حضرتك تقدري ترجعي للقناة الخاصة بينا على اليوتيوب، قناة ايكويتي، بس اكتبي ايكويتي في محرك البحث الخاص باليوتيوب، هتلاقي فيه محاضرات كتير جدا موجودة. في خلال الفترة اللي فاتت قدمنا اكتر من محاضرة، يعني تقريبا ممكن تلاقي اكتر من 20 30 محاضرة موجودة، وكل محاضرة بتتكلم عن أساسيات التحليل الفني، عن أمور كتير متعلقة يعني نماذج التحليل، يعني مدارس التحليل الفني عموما كتيرة جدا. يعني في ناس زي ما اتكلمنا النهاردة بتستخدم المؤشرات بس، يعني دي الأسلوب الرياضي، لأن كل المؤشرات دي هي في الأول وفي الآخر هي عمليات إحصائية لمعادلات رقمية بتظهر قدامنا على الشاشة بصورة واضحة.
في ناس تانية بتحب تشتغل مثلا زي ما اتكلمنا قبل كده في محاضرة قدمتها أنا، كانت بتتكلم عن البرايس أكشن، سلوك السعر، إن هو مش بيستخدم أصلا ولا مؤشر على الشاشة، لكن بنستخدم في الأسلوب ده التحليل التحركات اللي قدامنا. يعني هنا مثلا دي بنسميها موجة سعرية أو حركة سعرية، في حاجة اسمها تصحيح بيتم بعد كل موجة، وبعد كده حركة تكوين اتجاه جديد، ان احنا بنستنى تكوين قمة وقاع. في امور كتير جدا تقدري تبحثي فيها، وفي الاول وفي الاخر انا اقدر اقولك انه انت يعني دايما اي حد في السوق ده الافضل ان هو يتعلم من المدرسة اللي بتعتمد على المؤشرات، ويتعلم من المدرسة اللي بتعتمد على نماذج الشموع اليابانية، ويتعلم من مدرسة تحليل الموجات، يعني ابحثي في كل المدارس التحليل الفني عشان خاطر في الاخر يكون ليك انت الاسلوب الخاص بيك. يعني بتاخدي في الاخر بقى، والله انا هاخد من الاستراتيجيه دي مثلا المؤشر الاستوكاستيك، وهاخد من نماذج الشموع اليابانيه نموذج شمعه الهامر اللي بتوضح انعكاس السعر، وهاخد من مدرسه موجات اليوت النموذج التصحيحي. فانت في الاخر بتكوني لنفسك انت استراتيجيه تداول خاصه بيكي، بتخليك انت بتشوفي السوق بالشكل اللي يتناسب معاكي. فكل واحد في الاخر بيكون لنفسه استراتيجية بيعرف من خلالها يحدد اشارات الشراء والبيع. اتمنى ان انا اكون قدرت افيد الاخوة معانا في المحاضرة، وان شاء الله انتظرونا في محاضرة جديدة من محاضرات شركة ايكويتي. وشكرا للحضور والاهتمام، وان شاء الله تابعوا الجديد معانا دايما مع شركة ايكويتي والمحاضرات المتواجدة معانا. شكرا لجميع الاخوة الحضور، وبالتوفيق ان شاء الله نراكم على كل خير. شكرا لكم، بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.